السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه، بعد كده بيسألوا إيه المشاريع الموجودة بإم. عندنا نقص في قاعدة بيانات، فعشان كده عملنا الاستبيان دوت. الاستبيان ده مش عشان رسالة دكتوراه معينة أو رسالة ماجستير معينة، لا، هو معمول بحيث أي حد عايز يعمل رسالة دكتوراه وماجستير يلاقي المعلومات فيقدر يختار المشروع اللي هيعمل عليه البحث. وكذلك عندنا قاعدة بيانات قوية بالمشاريع اللي اتعملت بإم في أي دولة عربية، فلذلك نرجو ان حضراتكم تجاوبوا عليه. هو معمول باسلوب سهل وبسيط وما فيهوش اسئله كتيره، مش هياخد منك وقت. ونتمنى ان انت تبعته لاصدقائك اللي شغالين في مجال البيم، علشان يبقى عندنا قاعده بيانات لاي حد بيعمل دراسه او اي حد عنده معلومه عايز يحصل عليها يلاقيها ان شاء الله. ونتمنى ان السبام يعني يكون سهل وبسيط. ونشكر المهندس اشرف الهنداوي على تنظيمه للمعلومات.